وللحديث حول هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف من العاصمة الأمريكية واشنطن سعادة السيد محمد جلال الريسي المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات. مساء الخير سعادة السيد محمد، وكونك متواجد حاليا في العاصمة الأمريكية واشنطن وشهدتم بالأمس التوقيع على اتفاقيتي السلام والتأييد بين كل من البحرين والإمارات ودولة إسرائيل، كيف استقبلت الأوساط السياسية هناك هذا الحدث سواء الأمريكية منها أو من خلال لقاءاتكم حتى مع الوفود التي شاركت في هذا الحدث؟ مساكم الله بالخير جميعا، وطبعا نحن سعداء جدا بهذه المعاهدة والاتفاقية. وخلال حضورنا مثل ما ذكرتي لاحظنا كيف كانت سعادة الحاضرين شخصيات مختلفة من الولايات المتحدة ومن إسرائيل ومن البحرين ومن الإمارات. هي خطوة تاريخية، خطوة شجاعة تنتظرها المنطقة. المنطقة تحتاج إلى دفعة إيجابية، وأعتقد المعاهدة هذه هي دفعة إيجابية نحو التطور، نحو بناء علاقات، نحو جيل جديد يعيش السلام والتسامح ويبني مستقبله وهو في أريحية، لا يشغل هم الحروب ولا هم يعني التفرق والتشتت اللي احنا شاهدناه في السنوات الماضية. اللي شفناه شيء جميل، والسعادة كانت الحمد لله غامرة للجميع، وأيضا وسائل الإعلام الأمريكية والإسرائيلية والدولية كانت واضحة أيضا في أنها تعكس الروح الإيجابية والروح اللي هي المتفائلة أيضا نحو هذه المنطقة التي شهدت الكثير والكثير من المآسي. نعم سعادة السيد محمد، ما أهمية وإلى أي مدى سيسهم وجود أطراف جديدة فاعلة في هذه القضية لكسر الجمود الذي يكتنف ملف تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط؟ الخطوات التي اتخذتها البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة مع إسرائيل لا شك أنها خطوة يعني ستقفز على كثير من الأجندات التي كانت تلعب دورا خبيثا في المنطقة. هي سوف تساهم بهذه الطريقة أن تكون يعني تقوم بالدور الحقيقي الإيجابي لحل الأزمات، لإيقاف الأطماع، أيضا للمساهمة في تطور وبناء يعني مستقبل لشبابنا. احنا في منطقة عربية فيها نسبة الشباب الأكثر يعني على مستوى الوطن العربي، يحتاجون إلى روح إيجابية، يحتاجون إلى مستقبل رائع يستطيعون من خلال البناء. لاحظنا من خلال متابعتنا حتى لوسائل الإعلام الإسرائيلية وكذلك في السوشيال ميديا الإسرائيلي مدى سعادتهم وأيضا رغبتهم في ذلك. نحن كذلك في شعوبنا وشبابنا وجدنا هذا الشيء. فأعتقد المنطقة خطت خطوة رائعة وأصبحت اليوم أمامها مستقبل إن شاء الله جديد ننتظر فيه إن شاء الله إنجازات مشتركة، ننتظر فيه تحسن لأوضاع إخواننا الفلسطينيين أيضا. كل هذا إن شاء الله راح يكون أعتقد نتيجة إيجابية لهذه المعاهدة. نعم سعادة السيد محمد جلال الريسي المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات، كنت معنا من العاصمة الأمريكية واشنطن، وشكرا جزيلا لك.